مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة أخرى. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. والنهاردة هيشاركني في قراءة تحليلية إن شاء الله تكون مميزة كالمعتاد بوجوده ضيفي الكريم الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق. صباح الفل دكتور عبدالله، نورنا صباح البلد دايما. الله يخليكي. طبعا أتمنى إن شاء الله تكون حلقة موفقة، إن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله. إن شاء الله بوجود حضرتك، خاصة النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة اللي علاقة طبعا بالشأن المحلي كالمعتاد والشأن العربي والدولي. هتكون البداية مع أخبار رئاسة الجمهورية، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون، كوسكو، وسي ام اي تيرمينالز، وام اس سي على إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بمينائي السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1,600,000,000 دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا، ما يمثل زيادة نسبة 50% من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات. وخلال الاجتماع عبر السادة الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال يهدف لتعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنية الأساسية، سواء على مستوى الموانئ البحرية أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التي تربط بينها، وخاصة القطار الكهربائي السريع بما يحقق التواصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى التنامي الإيجابي في مستوى المرافق والخدمات. وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر في جميع المجالات. يعني هيا دكتور عبد الله، وإحنا بنقرأ هذا الخبر يعني حضر في ذهني في مجموعة من النقاط المهمة. أولا هو لي شقين مهمين، الشق الأول فيما يخص بنظرة الدولة المصرية واهتمامها واستراتيجيتها لتطوير الموانئ، واستراتيجيتها كمان للموانئ الجافة اللي هي المصطلح اللي بدأت مصر يعني تحط أقدامها فيه بقوة من 6 أكتوبر مثلا تم إنشاء مؤخرا العديد من الموانئ الجافة وبتكون بالقرب من المناطق الصناعية الكبرى. الموانئ البحرية كنا بنعاني لأكثر من 25 سنة ما كانش فيها أي تطوير، دلوقتي بنتحدث عن موقع طبعا مصر موقعها ممتاز، قناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وعشان كده بيعتبر العديد من دول العالم هي بوابتهم للشرق وأفريقيا بشكل عام. نتحدث دكتور عبد الله عن حتى تمويل من جانب المجلس التنفيذي والبنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار في المركز اللوجستي والنقل عموما في مصر، وده اللي بيدل على ان مصر بيها رؤية واضحة. نتحدث عن اعماق كبيرة جدا من 15 ل 18 متر اعماق جديدة في الموانئ المصرية. صحيح. اطوال وصلت ل 35 كيلو متر، حاويات بدل من 12 مليون حاوية تبقى 22 مليون حاوية، بدل من 185 مليون طن فقط تبقى 370 مليون طن. أرقام كتيرة الحقيقة لو قعدنا ذكرناها يعني هناخد وقت الحقيقة، لأن كلها أرقام هي إن دلت تدل على الاستراتيجية الواضحة. أيضا الشق الآخر دكتور عبد الله محتاجين نتكلم عنه هو فكرة الاستثمارات، فكرة إن أنت أصبحت دلوقتي مناخك جاذب للاستثمارات، وده اللي قاله حتى أصحاب الشركات اللي بيوجدوا ليهم مقرات. في ضوء هذه الأرقام وهذه الاستراتيجية دكتور عبد الله، عايزين نتكلم عن عوائد تطوير الموانئ المصرية على الاقتصاد المصري وما يجب أن نسرع فيه لجذب المزيد من الاستثمارات كما لدينا العديد من الشركات اللي احنا ذكرناها في هذا الخبر. طيب يعني خلينا في البداية نؤكد على أمر هام جدا، أن الدولة المصرية فعلا لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالموانئ. يعني احنا لما بنيجي نتحدث على أعماق أكبر للموانئ وأرصفة أطول للموانئ المصرية، ده بيدل على أن احنا لا، الشركات العالمية مثل الشركات اللي استقبلها السيد الرئيس لها متطلبات خاصة عشان أجي استثمر عندك. يعني أنا مثلا عندي سفن عملاقة وحاويات كثيرة متطلبة اشتراطات معينة في الموانئ ممكن ما تنفعش في بعض الموانئ المصرية، فلما تيجي الدولة المصرية تطور البنية التحتية بتاعتها
وتبتدي ان هي تنفذ اشتراطات الشركات العالميه، يبقى ده معناه ان الدوله المصريه جاده فيما يتعلق بالاستثمار وجعل مصر مركز لوجستي عالمي في الكثير من الموانئ، وده اللي احنا بالظبط شفناه، واللي بياكد على ان الدوله المصريه، يعني مثلا لما يجي يقول لك احنا هنعمل استثمارات هنا في مصر الشركات دي ب 1.6 من 10 مليار دولار، يبقى ده معناه ان الشركات دي مش هتحط فلوسها في الهواء، عارفة إن هي لما تضع هذا المبلغ الضخم في هذه الموانئ المصرية يبقى في مردود كبير جدا، وده نجاح كبير جدا أنا شايفه فيما يتعلق بالموانئ. أرجو إن هو يطبق نفس الاستراتيجية بالنسبة بقى للمصانع والشركات في الداخل، لأني طبعا أغلب المصانع والشركات دي بتحتاج إلى مواد أولية، بتحتاج إلى بعض المواد اللي بتم إدخالها في الصناعات الوطنية، لأن إحنا البلد مش هتنهض إلا بالصناعة والزراعة تحديدا، يعني أولوية دلوقتي دول الأولوية الأولى، لأن الضغط الشديد على الدولار بيجي من إيه؟ بيجي من أنك أنت بتستوردي حاجات كثيرة جدا. يعني أنا كنت أأمل في العشر سنوات اللي تولاهم سيادة الرئيس إن إحنا كنا نصل إلى نسبة مثلا تفوق 75% فيما يتعلق بالقمح، فيما يتعلق بالذرة، فيما يتعلق بفول الصويا، يعني أساسية. إحنا اتكلمنا قبل كده إن منطقة أو محافظة زي الوادي الجديد تستطيع هي وحدها فقط إن هي تقضي لي على كل المشاكل دي. أنا مش بقول إن 100% طبعا، إن إحنا ما فيش دولة في العالم عندها 100% من كل سداد احتياجاتها، ولكن على الأقل لما يكون عندي 75% من القمح ومن الذرة ومن فول الصويا مش هيبقى عندي مشاكل في الأعلاف. طب منطقة البحيرات بتاعة توشكا اللي موجودة في الوادي الجديد دي لو سمح بحق انتفاع، أنا مش مع حقوق الملكية في الزراعة، لما يتعمل حق انتفاع ويدي للشباب في استراتيجية واضحة للدولة ان يزرعوا 1 2 3 عشان الدولة تسندهم، ده يبقى هم بيسندوا الدولة والدولة هي كمان بتسندهم. عشان كده انا بحيي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاني فيما يتعلق بالموانئ المصرية دي حاجة فخر لينا، ولما يجي نشوف شركات عالمية تخش في هذا المجال، لا ده معناه ان هيبقى في جذب كبير جدا. هنيجي في يوم من الايام نشوف المناطق اللي احنا كنا بنحلم بيها بتاعت قناة السويس تبتدي تشتغل شغل عالي جدا، طالما ان مثل هذه الموانئ بالتأكيد هتبتدي الشركات العالمية تنجذب ليها، وبالتالي الصناعات أيضا هتنجذب للمناطق الحواليها. هي سيركل كده، دايرة متكاملة، يعني كله مكمل للآخر بكل تأكيد. دكتور عبد الله، وخلينا يعني ما زلنا مع حضرتك والسادة المشاهدين في أخبار رئاسة الجمهورية وخبر آخر يدل على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي، والحقيقة احنا تحدثنا فيه مع حضرتك في أكثر من حلقة، لكن خلينا نشوف إيه الجديد في هذا الملف. حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة، كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشددا على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري. دكتور عبد الله، انا اتذكر جيدا من شهر يوليو 2020 لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني
أطلق فكرة أن يكون عندنا شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة، وتم تنفيذها في أكتوبر الماضي في المقطم، وافتتح السيد الرئيس المركز الرئيسي صحيح. للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. والبعض دكتور عبد الله وصف هذا الأمر تحديدا أن هو نقلة حضرية، وأن هو يعني شيء مهم جدا ومميز جدا، طالما طلبوا المواطنين أن يكون كل الطوارئ موحدة في شبكة واحدة، بدل من تعدد الأرقام، بدل من تعدد الجهات المعنية. فالحقيقة الخطوة دي كانت مهمة جدا، وإن دلت تدل أيضا أن في قاعدة بيانات مهمة، في تحول رقمي، في طبعا جهود من الدولة في تحويل حتى الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الفايبر أوبتيك، وهذه الأمور اللي تكلفت كتير، ويمكن كمان شايفين بتنفس مبادرة حياة كريمة في العديد من السنترالات المختلفة في جميع المحافظات. تأثير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوجودها دكتور عبد الله، وأهمية التسريع من وتيرة التحول الرقمي، خاصة وإحنا عندنا خدمات كتير دلوقتي دكتور عبد الله بتتعمل وإحنا قاعدين في البيت، يعني شهر عقاري وغيرها. يعني ده حقيقي. بصي، إحنا نتكلم كلام واقعي. طبعا ما يفعله سيادة الرئيس فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق بالتحول الرقمي شيء رائع للغاية. القيادة السياسية والدولة المصرية بتوفر إمكانيات كبيرة جدا للوزارات، لكن الوزارات في تطبيقها لديها إشكالية. بمعنى أنا راجل محامي في الأول وفي الآخر، أنا محامي رجل قانون، تعالي إن أنا أجي دلوقتي أسجل شرع عقاري، أنا ببقى مبسوط جدا طبعا إن أنا أسجل رقمي، بس تعالي حضرتك احجزي، يقول لك تعالي لي بعد أسبوعين ثلاثة، هل ده يبقى أنا استفدت بالتحول الرقمي؟ الإجابة لا. أنا بتكلم بواقع. يبقى القيادة السياسية موفرة إمكانيات، عامل زي ما يكون أب بيوفر لابنه إمكانيات وفلوس و و و وفي الآخر يقول لك إيه، لا أنا مش هستخدم دي، مثلا أنا هركب مواصلات. طب ما أنت عندك عربية، أنا موفر لك عربية. بالظبط كده. للأسف الشديد الوزارات المعنية لا تطبق هذا التطبيق تطبيقا صحيح، وأنا صريح وواضح في مثل هذه الأمور. اتنين، لا يمكن لمصر واحنا في منطقة الشرق الأوسط، يبقى لدي الدول الشقيقة اللي حواليا بتدي انترنت غير محدود، وانت ما زلت تتعامل بنظام الباقات. دي حاجة أنا شايفها مش حلوة، خصوصا أن كابلات الانترنت العالمية بتعدي من مصر. دي حقيقة، ده موقع مصر الجغرافي. إزاي معالي الوزير حتى هذه اللحظة سايب الشركات اللي موجودة في مصر تتعامل بنظام الباقات؟ لا يجب أن يكون لدينا انترنت قوي وغير محدود. إذن أنا بقى أحيي القيادة السياسية، لكن بقول في على الواقع الأرض، وأنا بقول أهو أنا راجل محامي، تعالى النهاردة أسجل أنا عاوز توكيل، يقول لي تعالى لي بعد أسبوعين، وساعات يقول لي تعالى لي بعد شهر. لا، التحول الرقمي معناه إن أنا أستفيد بإمكانيات الدولة زي أول ما اتعمل، كان في لحظتها. مزبوط. أنا كنت حضرتك بسجل، كان تجربة تاني يوم بصراحة مميزة. تعالى بقى النهاردة حضرتك، لا أسبوعين وثلاثة وأربعة، لا يبقى في خلل. أنا مش عاوز السادة الوزراء يتعاملوا مع الأمور بناحية شكلية، أنا عندي الرقم الموحد ده. طيب تعال بقى في التطبيق تلاقي فيه إشكاليات في التطبيق. إذن البنية التحتية متوفرة، الإمكانيات متوفرة، القيادة السياسية لا تألو جهدا في إن هي توفر كل الإمكانيات للحكومة والوزراء. تعال بقى للسادة الوزراء، لا بيهتموا بالشكل، لكن الواقع بلاقيه مر شوية. سواء بلاقي الأمر ده في التوكيلات، بلاقي الأمر ده في الإنترنت، يعني مثلا أجي تيجي تحملي ملف ولا بتاع، تلاقي في بعض الأماكن الأمر صعب، وكلنا بنشوف هذا الأمر. مش معقولة دول عربية وهي شقيقة، وأتمنى لها طبعا كل تقدم وكل خير، أشوف سرعة الإنترنت فيها رهيب للغاية، وهي خلي بالك ما بيعديش الكابلات فيها زي عندنا. احنا موقعنا استراتيجي جدا، الكابلات البحرية. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. افريقيا واسيا والبحرين. الدولة المصرية الأحمر بتوفر الامكانيات، القيادة السياسية موفرة امكانيات، وفي الاول في الاخر كل وزير يجي ايه في حتة معينة يقول لك انا عملت كذا كذا، تعالي بقى اتطبق على الارض الواقع. انا بقول اهو انا بدي تطبيق لي انا، وانا راجل كنت مسؤول الحمد لله في هذه الدولة. لا، في اشكالية كبيرة جدا، السادة الوزراء لازم يراجعوا نفسهم، وبالذات وزير الاتصالات، يجب ان يكون لدينا انترنت غير محدود وامكانيات اعلى
في قوة الإنترنت نفسه عشان أستفيد من الخدمات دي. صح عندك وده حق. أمر عندك حق يعني أتمنى أن وزير الاتصالات يراجعه لأن كتير جدا ناشدوه وللأسف شديد مش شايفين حاجة على أرض الواقع. يعني نأمل إن شاء الله أن الأمور تتحسن. وخلينا نروح مع حضرتك لإخبار مجلس الوزراء وهي برضو بتصب في الصناعة والاهتمام بالشركات طبعًا. وأيضا فيها جزء هنتطرق ليه للألياف الضوئية مرة تانية دكتور عبد الله، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تفقد عدد كبير من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتابع أن عددا من المصانع التي تم تفقدها هي نتيجة لتشجيع الدولة المصرية اللي قامت بفتح فروع جديدة في مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر، مؤكدا أن قطاع الزراعة والصناعة على قمة أولويات الدولة، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص. ده اللي حضرتك كنت بتشير إليه دكتور عبد الله في الخبر الأول، لان احنا امبارح كان في جوله تفقديه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولسه كنا بنتكلم اهو. حضرتك كنت لسه بتتكلم الزراعه والصناعه دي حقيقه. حضرتك اشرت في النقطه دي في بدايه الخبر الاول لدكتور عبد الله، وكان في الجوله دي عدد من الوزراء والمسؤولين على مد يعني تقريبا بنتكلم على 6 ساعات، كانت مده طويله وتفقد عدد كبير من الشركات. بس انا لفت نظري ان حضرتك اشرت في نقطه الالياف الضوئيه، والدكتور مصطفى مدبولي كان في زياره لاحد المصانع والشركات المتخصصه في الالياف الضوئيه، لان كابلات الالياف الضوئيه اكثر سرعه بالظبط وكنا بنستوردها وحتى قال كده الدكتور مصطفى مدبولي كنا بنستوردها لكن دلوقتي هيتم تصنيعها. ولما سالنا الشركات ليه جيت وقال عشان حجم الطلب والمناخ اللي موجود دلوقتي في مصر يشجع، طبعا ده غير شركات صينيه والعديد من الجولات اللي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي. حقيقه دكتور عبد الله سؤالي هنا حضرتك، كيف تابعت هذا التصريح الهام من دكتور مصطفى مدبولي وتأثيره في تحسين بيئة الاستثمار؟ بصي احنا زي ما قلنا الدولة المصرية بتبذل جهد كبير جدا. احنا اللي شفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بنتكلم على القطار الكهربائي، ما القطار الكهربائي ده اللي هياخد من الموانئ ممكن يصل ما بين الموانئ اللي هي موجودة في البحر الأحمر إلى الموانئ اللي موجودة في البحر المتوسط، وهو ده دورها. إذن القيادة السياسية بتصنع يعني حاجات شبه مستحيلة ونفذتها على أرض الواقع. إذن يجب أن تلتقط الوزارات المعنية طرف الخيط وتبتدي أن هي تشتغل. عشان كده دولة رئيس الوزراء المهندس مدبولي برضو ماشي على نفس الطريق وبيحاول أن يزلل الصعاب، وشفنا أن ده يعني بالذات في مجال الصناعة والزراعة، لأن إحنا مشكلتنا الأساسية في الحاجات المصنعة وفي الزراعة ما زال لدينا إشكالية كبيرة جدا. عشان كده إحنا مصر ما موجود بها من استثمار أجنبي مباشر أنا شايف إن هو يعني ضئيل بالنسبة إلى حجم البنية التحتية اللي اتعمل في مصر. بمعنى تعال نشوف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لا محتاجين إن إحنا نزود ومحتاجين إن الأمر يكون أكتر وأكتر إن شاء الله، لأن مصر طبعا محتاجة مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بكل تأكيد دكتور عبد الله، ونقول كده إن إحنا بدأنا على بداية الطريق، وأكيد يعني الألف ميل بتبتدي بخطوة، وإحنا الحمد لله وضعنا يعني أقدمنا على الخطوة الأولى، وكل التوفيق إن شاء الله لبلدنا. هننتقل مع حضرتك من ملف الصناعة والاستثمار وأهميته الكبرى لملف القوى الناعمة، ومصر كانت رائدة في هذا الملف وما زالت الحمد لله ولا زالت. وخلينا ننتقل لأحد مقالات الرأي بعنوان الفنون تراث وحداثة للدكتور مصطفى الفقي، حيث كتب يقول: سوف أظل ألح على أهمية الفنون في بلادنا باعتبارها رصيدا ثقافيا لا يفنى، وقد تذكرت ذلك وأنا أشارك في احتفال مؤسسة الفنان فاروق حسني الذي اختارني أحد أعضاء مجلس أمنائها، إذ أن ذلك الفنان الموسوعي الشامل لم يقف عند حدود الفن التشكيلي فقط، بل تجاوزه إلى عموم إمبراطورية الفن القديم والحديث، ورصد لهم جوائز مادية كبيرة ما زالت تستقبل شباب وشابات الفن المصري المعاصر. ولا يتخيل البعض درجة الزحام على تلك المناسبة السنوية التي يترقبها الكثيرون كل عام، ويدهشني أن الأعداد تتزايد عاما بعد عام في شهادة تاريخية لوزير الثقافة الأسبق بأن اسم فاروق حسني الفنان يعلو كثيرا فوق اسم فاروق حسني الوزير. ولقد شاهدت بعيني رأسي وأنا سفير لمصر في دولة النمسا طوابير القادمين والقادمات في الساعات الباكرة من الصباح،
وفي ظل الصقيع والرياح الباردة لزيارة معرض فاروق حسني في فيينا، وأدركت وقتها أن الفن لا وطن له مهما كان انتماء الفنان لوطن بذاته، إلا أن إنتاجه يبقى ملكا للبشرية بلا تفرقة. إن مصر موطن الفنون ومصدر الثقافات، وعليها أن تدرك دائما أن قدرتها على المضي في طريق المستقبل الواعد ينبغي أن تكون مدعومة بالقوى الناعمة التي يملكها المواطن المصري خصوصا، وأن الثقافة هي أغلى سلعة يتم تصديرها من مصر، وتلك حقيقة عبرنا بها العصور الإغريقية والرومانية والقبطية والعربية حتى وصلنا إلى مصر الإسلامية التي تملك تراثا فريدا من العمارة التاريخية في مختلف الأزمنة على نحو لا نجد له شبيها. ولذلك فإنني أطالب بأن يظل اسم مصر مرتبطا بالفنون بكل ألوانها، وفي مقدمتها المسرح والسينما، لأن تلك بضاعة اشتهرت بها مصر وينبغي ألا تفرط فيها أبدا. وأعترف بأنني كقارئ ألتهم كل صباح العمود الذي يكتبه الناقد الفني طارق الشناوي سليل بيت الأدب والشعر والثقافة والفن، لكي أستجمع بعض المعلومات المتصلة بخريطة الفنون الإقليمية والدولية. وسوف تظل مصر مركز الإلهام، لا ينازعها أحد في ذلك مهما اختلفت الإمكانات المادية وتفاوتت القدرات الشرائية. فالمهم في الفنون ليس ظهورها فقط، ولكن استمرارها عبر القرون، فهو الذي يزهو بتاريخها ويعكس فلسفتها، بما لا يضع مبررا القلق على الدور المصري الرائد في ميادين الثقافة والأدب والفن. وهو دور لم يمنحه لنا أحد، ولكنه جزء من معطيات تاريخية ورثناها عن أجداد الأجداد وتعلقنا بها، وسوف نظل حتى أحفاد الأحفاد. فالفن لغة عالمية، وهو تعبير عن حلاوة العصر الذي نعيشه ورقي الزمان الذي نعبره، وهي ميزات لا تندثر أبدا، ونعيش بها ومنها ولها عبر الأحقاب والعصور. فالفنان هو سفير أمته للعالم وإلى الدول والشعوب والمجتمعات، وهو ابن عصره وأيقونة وطنه الذي يظل متوهجا في كل الأزمنة ومتألقا على مدار الأعوام. وإذا كان الفن هو تلك النسب الجمالية التي تربط بين الأشياء، بل وتوفق بين الظواهر أيضا، فإن ذلك ينبغي ألا يكون قيدا على حركته أو معطلا لتقدمه. فإذا كانت الحاجة هي أم الاختراع، فإن الحرية هي أم الإبداع. ولذلك فإن الفنون تزدهر في البيئة الحرة والمناخ الصحي الذي يحميها من الرياح العاصفة والأعاصير العاتية. والثقافة المصرية بآدابها وفنونها حلقت دائما في سماوات العلا والمجد. وسوف تظل مصر أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، مصر مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد والشيخ الشعراوي، مصر الحضارة الباقية والتألق الدائم، لأنه دور تاريخي لن ينتهي أبدا في ظل الأمنيات والدعوات، بل لابد من العمل الدؤوب لكي تظل مصر منارة الثقافة وضياء المعرفة وركيزة الفنون. مقال ممتع الحقيقه دكتور عبد الله، يعني دكتور مصطفى الفقي يعني حط ايديه على يعني جزء كده من تاريخنا وهويتنا الثقافيه الممتده على مر الزمان. كيف قرات هذا المقال دكتور عبد الله؟ بصي، هي مصر طول عمرها القوى الناعمه فيها هي اللي ابرزت الكثير والكثير من مواقف المصريه وسندت المواقف المصريه. يكفي ان الافلام المصريه كتير من الاشقاء العرب عارفين فاهمين لغتنا اللي هي المصرية اللي هي العامية من الأفلام المصرية القديمة ومن الأغاني المصرية طبعا، وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم وغيرهم. صح. طبعا القوى الناعمة دي مهمة جدا. الفنان فاروق حسني طبعا ده قامة كبيرة جدا، قامة فنية رائعة، ومن الناس اللي هي ليها باع طويل في الثقافة. طبعا قعد فترة طويلة كوزير الثقافة، وهو كفنان برضو يعني لي أعمال فنية متميزة. يمكن أنا لو أني مش مهتم قوي بالفنون والرسم والفنون التشكيلية، حتى مؤسسته قوية جدا لحد الوقت. طبعاً يعني موجودة. هو راجل فنان يعني. هو زي ما قال الدكتور مصطفى، تأثيره الفني كفنان أكبر طبعا بالتأكيد، لأن أي منصب سياسي هو عرضة للزوال، لكن الـ 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 الأعمال للشخص نفسها سواء أعمال فنية أو إلى خلافه،
هي دي اللي بتبقى. عشان كده أنا أتمنى عودة القوى الناعمة لمصر مرة أخرى. مصر لديها المقومات، يعني حتى مع احترامنا لكل الدول اللي حوالينا لما بتيجي بتستعين بأكثرهم من الفنانين المصريين. إذن أنا أتمنى الدولة المصرية وهي لديها كل الإمكانيات أن تعود مرة أخرى مراكز القوى الناعمة إلى الـ 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 الأرض المصرية، ويكون في العديد والعديد من المناسبات والمؤتمرات والحاجات اللي هي تبرز القوى الناعمة المصرية، ومن طبعا من أبرزها الفنون التشكيلية وغيرها من الحاجات اللي هي، لأن كل ده طبعا بيساهم على فكرة، كل ده بيساعد. يعني اوعى نفتكر ان احنا كان في يوم من الأيام، ويمكن أساتذتنا يقولوا الكلام ده، الأفلام المصرية كانت جزء من إيرادات الدولة المصرية. مظبوط. الأفلام اللي هي كانت بتتباع، المجهود الحربي حتى الحفلات، يعني حفلات السيدة أم كلثوم رحمة الله عليها كانت بتعمل حفلات في العديد من المناسبات مساهمة مع الدولة المصرية والجيش المصري. باختصار القوى الناعمة لا بالتأكيد مهمة وقوية، وأتمنى عودتها مرة أخرى بقوة إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. دكتور عبد الله، لأن لا غنى عن القوى الناعمة المصرية، واحدة من أهم، لو احنا بنتكلم عن استثمار وصناعة ودورهم الكبير فده استثمار أيضا طبعا، لكن في نوع آخر من الفنون. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، ضيفي الكريم الدكتور عبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على كل هذه المعلومات والقراءة التحليلية اللي أكيد بتكون مميزة بوجود حضرتك. شرفتنا يا فندم. تسلمي يا فندم، شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا، ولدينا فقرة دينية بعد الفاصل مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد عيد كلاني وكيل وزارة الأوقاف سابقا، وحديث هام حول أحد أهم أركان الإسلام الواجبة وهي الزكاة.